بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. صدق الله العلي العظيم. الفقيه الكبير القائد العظيم الميرزا محمد تقي الشيرازي رضوان الله تعالى عليه، كان بالإضافة إلى مستواه العلمي الراقي جدا، وبالإضافة إلى قيادته الحكيمة في ثورة العشرين، يمتلك حلما لعلي أقول استثنائيا بعض العلماء من زملائه أرادوا اختبار درجة ومستوى حلمه، فأوعزوا إلى شخص أن اذهب وحاول أن تغضبه بأي طريقة، هذا الشخص جاء بهدف إغضابه فقط، في منتصف الليل لعله أو بعد منتصف الليل ذهب إلى باب داره وصار يطرق الباب بشدة. الناس في تلك العصور بعد منتصف الليل في النوم. جاء هذا الفقيه إلى الباب، فتح الباب، قال الرجل: شيخ، أنا عندي مسألة في هذا الوقت. فقال له: تفضل. فكر قليلا ذلك الرجل، قال: نسيت الهدف إغضابه. ثم ودع الميرزا وذهب. بعد فترة قصيرة، مثلا بعد نصف ساعة، جاء مرة ثانية، صار يطرق الباب بشدة. جاء الميرزا، فتح الباب: شيخنا عندي مسألة، تفضل. قال: ها، نسيت. أهلا وسهلا، في أمان. ومرة ثالثة صار يطرق الباب بشدة، جاء فقال: شيخنا تذكرت المسألة. قال: تفضل. قال: سؤالي أنه خروج الإنسان أجلكم الله الغائط، ما هو طعمه؟ تصور لو أنك في هذا الموقف، شخص يزعج نومك، ما
مرة ومرتين وثلاث مرات، ثم يسأل هكذا سؤال: لعل الإنسان العادي كان ينفجر من شدة الغضب. الميرزا ما غضب، فكر قليلا، قال: لعله يكون فيه شيء من الحلاء من السكر. ذاك الرجل كان الهدف إغضاب الميرزا، الميرزا محمد تقي، فقال له: من أين علمت؟ وهل أكلت منه؟ أجلكم الله. قال: لا، ما أكلت، ولكن الذباب تجتمع على الشيء الذي فيه شيء من السكر، ونرى أن الذباب تجتمع على هذا الشيء، فلعله يوجد فيه شيء من السكر. رجع هذا الرجل إلى زملاء الميرزا محمد تقي، قال لهم: لا تتمكنون أن تغضبوا الميرزا محمد تقي بطريقة، لأنني حاولت بأشد الطرق أن أغضبه وما أغضب. هناك حديث شريف موجز جدا، مختصر جدا، من كلمتين فقط، لا أبالغ إذا قلت أن من طبق هذا الحديث في حياته سيعيش حياة أكثر سعادة وهنأ من عامة البشر، لا بدرجة ودرجتين وثلاث، بل بعشرات الدرجات. من يطبق هذا الحديث الشريف في حياته ستكون عيشته هنيئة أكثر من عامة الناس بعشرات الدرجات. ما هو هذا الحديث؟ حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وآله، ومن الروايات العديدة يتبين أن هذا الكلام صدر من النبي صلى الله عليه وآله في أكثر من موقف، أناس، مواقف عديدة، أشخاص مختلفون جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله في مواقف عديدة، طلبوا من النبي صلى الله عليه وآله النصيحة: أغني يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وآله في كل هذه المواقف وعظهم بهذه الكلمة، بهذه الجملة المؤلفة من كلمتين، قال: لا تغضب. كلمتان: لا تغضب. نصائح النبي صلى الله عليه وآله كلها عظيمة، فكيف إذا ركز النبي صلى الله عليه وآله على نصيحة؟ هذه مهمة جدا، هذه مؤثرة جدا. لنا حول هذه الكلمة، حول هاتين الكلمتين لا تغضب، حديثنا في بعدين. البعد الأول: فوائد ذلك الذي يطبق هذا الحديث الشريف، هذه النصيحة النبوية الشريفة الذي يطبقها في حياته يحصل على فوائد. ما هي فوائد هذا التصرف لا تغضب؟ هناك فوائد عديدة، بعضها واضحة أصلاً لا تحتاج إلى بيان لوضوحها، بعضها تحتاج إلى بيان. من جملة الفوائد الواضحة جداً الفائدة الصحية، ولا أظن أن هذه الفائدة تخفى على عاقل الذي لا يغضب. مستوى أمراضه الجسمانية والنفسية ينزل ويهبط إلى أدنى المستويات، أظن هذا الشيء واضح، لأن كثيرا من الأمراض الجسمانية بتبع الأمراض النفسية بسبب الغضب. تصور لو أنك في حياتك
أهبطت مستوى الغضب إلى الصفر، كم من الأمراض والأعراض تبتعد عنك؟ أرى هذه الفائدة بديهية أصلاً، واضحة جداً، لا تحتاج إلى بيان. الفائدة الثانية أيضاً واضحة، أيضاً بديهية إلى حد ما. الفائدة الاجتماعية، كم من المشاكل بينك، قصدي المشاكل الشخصية، كم من المشاكل بينك وبين الناس بسبب الغضب؟ كثيرة جدا. لا أتحدث عن الغضب في الله، الغضب لأجل الله سبحانه وتعالى، لا، ذاك أحيانا يكون واجبا، أحيانا يكون مستحبا. كلامي عن الغضب الشخصي، الغضب للنفس. لو وصلت نسبة الغضب فيك إلى الصفر، كم من المشاكل الاجتماعية التي هي أساسا كانت بسبب الغضب تنتهي؟ هذه فائدة لعلها ليست أقل من الفائدة الأولى، الفائدة الاجتماعية. وأظن أن هذه الفائدة أيضا واضحة بديهية، كثير من المشاكل بين الناس بسبب الغضب الشخصي، هذه فائدة أيضا واضحة لا نحتاج إلى أن نقف عندها. هناك فائدة أخرى ثالثة، هذه الفائدة بحاجة إلى وقفة قليلا، الفائدة الغيبية الإلهية. ولا أقصد من الغيبية أمور غير تكوينية إخواني، كل بلا استثناء، لا أستثني شيئا، كل الأعمال المحبوبة لله سبحانه وتعالى لها آثار إيجابية دنيوية قبل الآخرة، وكل الأعمال التي لا يحبها الله سبحانه وتعالى، يبغضها الله سبحانه وتعالى، لها آثار سلبية في الدنيا على حياة الإنسان. لعلنا نسمي هذه الفوائد بعضها فوائد غيبية، غيبية لأنها غائبة عنا، لأننا لا نعرفها، وهي أكثر من الفوائد التي نعرفها. كثير من الأشياء التي هي في هذا الكون لا نعرفها نحن، هذا الكهرباء، هذه الكهرباء قبل أن يدرك البشر وجود هكذا قوة في الكون، لعل الناس كانوا يستغربون إذا رأوا أنك ضغطت على زر فأضيئت صالة كبيرة مرة واحدة، ماذا حدث؟ لعلهم ما كانوا يتمكنون أن يربطوا بين هذا الزر وبين هذه الإضاءة. الأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى هكذا زر، هذا الزر يضيء حياتك، كيف؟ أكثره لا نعرفه. الذي يترك الغضب الشخصي فقط وفقط لأجل الله سبحانه وتعالى، كم يحصل على فوائد غيبية دنيوية، قصدي ما خفي علينا كبير جدا، لا، ما خفي علينا أكبر مما نعرفه. هذه الفائدة الثالثة. الفائدة الرابعة وهي الأهم، الفائدة الأخروية، الدنيا مهما كانت تنتهي وبسرعة تنتهي. الذي يترك الغضب لأجل أمر النبي صلى الله عليه وآله، أمر بأن لا تغضب، لعل في عبارة من عباراته آمرك أن لا تغضب، لعله هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله، استخدم كلمة الأمر، مادة الأمر، لأجل أمر النبي صلى الله عليه وآله أترك الغضب، الغضب الشخصي
لا الغضب الديني، الغضب الشخصي لأجل نفسي. ما هي الآثار الكبيرة الأخروية؟ الآثار الإيجابية. على عكس ذلك الذي يغضب، ما هي الآثار السلبية الأخروية؟ الأحاديث الشريفة في هذا المجال بيّنت جوانب عديدة وخطيرة في القيامة. في الحديث الشريف: الغضب مفتاح كل شر. يكفي هذا الحديث أم لا؟ في حديث شريف آخر: إن الرجل ليغضب فما يرضى أبدا حتى يدخل النار. كافي هذا الحديث أم لا؟ ولا حديث الشريف الكثير. الغضب خطير أخرويا، جدا خطير. هذا الحديث عن فوائد نصيحة النبي صلى الله عليه وآله، أشبه ما يكون بأنك تقول لشخص فقير مغمور لا يعرفه أحد، تقول له: اذهب واخطب بنت الملك. يضحك، يقول: هذا شبه مستحيل، أنا إنسان فقير مغمور لا يعرفني أحد أخطب بنت الملك؟ شخص تعود على الغضب بسرعة وبشدة، تقول له: لا تغضب. يضحك، يقول: هذا بالنسبة لي شبه مستحيل، أنت تجلس تفتي تقول لا تغضب. سهل الكلام، تطبيقه صعب. هذا شبه مستحيل. كلا. أولا، النبي صلى الله عليه وآله لا يأمر بالمستحيل. أنا جاهل، النبي ليس جاهلا، النبي هو العالم في الخلق، لا يوجد أعلم منه في خلق الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر ليس أمري، أمر النبي صلى الله عليه وآله: أمرك أن لا تغضب. النبي يأمر بالمستحيل، إذا كان مستحيلا النبي صلى الله عليه وآله ما كان يأمر به. ممكن. ثانيا، في الأمور المادية إذا كان الإنسان لا يتمكن من الدرجات العالية يكتفي بالدرجات الدانية. في الأخلاقيات تكون هكذا، أنت تحب أن تشتري سيارة فارهة جدا لا تتمكن، تقول: ما دمت لا أتمكن من شراء أفضل سيارة في العالم فلا أشتري سيارة؟ لا تشتري سيارة، تقول: أكتفي بما أتمكن منه. ما لا يدرك كله. نعم، لا يترك جله. ما لا يدرك كله لا يترك جله. لا تتمكن أن تدرك أعلى درجة في هذه النصيحة النبوية الشريفة، حاول أن تدرك درجة ولو دانية منها. لا تتمكن أن تنزل مستوى الغضب إلى الصفر، تتمكن أن تنزل مستوى الغضب إلى درجة معينة، حاول. هذا ثانيا. ثالثا، هناك شيء إخواني لا أتمكن أن أقبله أبدا، مشكلة الآباء. نحن كآباء نتوقع من أولادنا أن يرتقوا أخلاقيا، ولكن إذا وصلت القضية إلينا لا نحاول أن نرتقي. أنا ولدي مثلا يشكو إلي سوء خلق فيه مثلا، ماذا أقول له؟ أقول له: لا، ما دمت تعودت على سوء الخلق فاستمر. لا، أقول له: حاول.
وأتوقع منه أن يحاول، ولكن وصلت النوبة إلي لا تمكن. عجيب، أنت تتوقع من الشاب أن يحاول مع أن معرفته طبيعيا أقل من معرفتك بأهمية الأشياء، ولكن تصل النوبة إلينا لا نحاول، هذا لا أتمكن أن أدركه أصلا. نتوقع من أبنائنا أم لا؟ نتوقع من بناتنا أم لا؟ نتوقع. تصل النوبة إلينا خلاص أنا في مستوى معين وإلى آخر عمري، هذا غير منطقي. هذا ثالثا. رابعا، أنا أقبل، نعم بالفعل هو صعب، شخص تعود على طريقة معينة يريد أن يغير عادته، خصوصا إذا الطريقة سيئة يريد أن يغير عادته، ولا شيء حسن، ليس سهلا حتما، خصوصا الغضب. الغضب له فوران، شيء يحصل في داخل الإنسان يغلي، شيء ينفجر، ضبط الانفجار لشخص ما تعود على ضبط الانفجار صعب، نعم صعب، أقبل هذا الشيء، ولكنه ممكن. لا أقول ليس صعبا، لا أنكر أنه بالفعل صعب، بركان ينفجر الغضب هكذا، خصوصا في بعض الناس، بعض الناس سريع الغضب شديد الغضب بسرعة وانفجاره قوي، ولكن ممكن التغيير، نعم ممكن. هذا رابعا. خامسا وأخيرا وليس آخرا، لا تغضب. نصيحة النبي صلى الله عليه وآله، هل هناك طريقة لتطبيقها؟ نعم توجد طريقة، توجد أدوات، توجد مؤثرات، وهذا ما نرجئه إلى وقت آخر. مؤثرات فكرية، مؤثرات نفسية، مؤثرات عملية. كيف نطبق هذا الأمر النبوي الشريف؟ توجد طريقة؟ نعم توجد طريقة، ولعل بعض مواد هذه الطريقة ليست صعبة، بعض المفردات إلى حد ما سهلة، والنتيجة تكون نتيجة كبيرة جدا، هذه الفوائد الضخمة الكبيرة. هذا الحديث وهو الأهم فيما يرتبط بهذه النصيحة النبوية، الأهم في النصيحة كيف نطبق هذه النصيحة، هذا نتركه إلى وقت آخر. أذكر لكم هذه القضية وأنهي الحديث. أحد الفقهاء المشاهير من الفقهاء، وأنا أتذكر أيامه، لا أتذكره لأنه كان يعيش في مدينة أخرى، توفي قبل 35 عاما، ينقل أنه كانت زوجته سيئة الأخلاق جدا، غير طبيعية في سوء الأخلاق، أحد تلاميذ ذلك المرجع الكبير، وأنا هذا التلميذ رأيته، تشرفت بلقائه مرات عديدة، كان جارا لنا في مدينة قم المقدسة، فقيه كبير هذا التلميذ، كان ينقل يقول ذات مرة كنا نحضر درس ذاك المرجع الكبير، ونحن في الدرس
وأستاذنا يلقي علينا، طبعا الحضور كلهم علماء، مستوى الدرس راقي، ونحن في الدرس والأستاذ يدرس، ذاك الفقيه ذاك المرجع. وإذا نسمع من داخل الدار صوت امرأة تسب وتشتم هذا المرجع سبا شوارعيا، سب في العرض، يقول هذا التلميذ الفقيه رضوان الله تعالى عليهما، يقول نحن في ذلك اليوم من شدة الغضب والتأثر ما فهمنا من الدرس شيئا. امرأة تسب هكذا سب لفقيه مشهور بقدسيته. ما فهمنا من الدرس شيئا أصلا، وأستاذنا ما تأثر، ما غضب، ما سقطت من فمه كلمة، ما تغير، ما تغيرت نبرة صوته، درس كما كان يدرس في كل يوم وكأنه لا يسمع. إلى أن انتهى الدرس، لا زاد في الدرس، لا نقص في الدرس، شخص ما يسمع هكذا. فهذا التلميذ الذي رأيته وهو فقيه كبير كان يقول أنا تعلمت من أستاذي أن أضبط غضبي، أكبت غضبي، ولكن ما أتمكن أن أتعلم من أستاذي أن لا أغضب. أتمكن أن أكبت، أتمكن أن لا أقول شيئا، ولكن في داخلي لا يغلي، لا أتمكن. وأستاذنا كان إذا أراد أن لا يغضب كان لا يغضب، الغضب كان في الله سبحانه وتعالى، في سبيل الله سبحانه وتعالى كان يغضب، الغضب شخصي كان لا يغضب. هذا الفقيه بشر عادي، وكنت أحب أن أذكر اسمه ولكن باعتبار ذكرت زوجته لا أريد أن أشير إليه. فقيه كبير، إنسان عادي، تمكن أن يصل إلى هذه الدرجة. أنا حالي حال هذا الفقيه، ليس معصوما، ليس من الأئمة ذاك الفقيه، إنسان عادي ربى نفسه، حاول وصل إلى هذه الدرجة. نسأل الله سبحانه وتعالى بحق محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم بحقهم وفقنا لمراضيك، اللهم بحقهم جنبنا معاصيك. إلهي كفى بي عزا أن أكون لك عبدا، وكفى بي فخرا أن تكون لي ربا. أنت كما أحب فاجعلني كما تحب، أنت كما نحب فاجعلنا كما تحب، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سادة الخلق محمد وآله الطاهرين.